الدوره ديال اكتوبر اللي عقدها المجلس الجماعي لاكادير واللي غتكون في ثلاث جلسات كتميز واحد المجموعه ديال المسائل اللي هي مهمه. اولا المساهمه ديال الجماعه في يعني دعم ضحايا الفاجعه اللي المت بالمغرب خلال الزلزال اللي وقع في الحوز وكذلك اقليم شيشه وتردنت. كذلك الميزانيه اللي تصدق عليها واللي تبين من خلالها ان فيها واحد المجموعه ديال المشاريع المهيكله للمدينه وكذلك يعني واحد الفائض اللي تحقق اللي هو يعني تزاد ب 18% عن السنه الفارطه. يضاف الى ذلك واحد المجموعه ديال الاتفاقيات اللي دارت اللي كتعلق بتاهيل يعني جميع الاحياء ديال المدينه وكذلك تاهيل ملاعب ديال القرب. كما كتعرفوا ان هاد المشاريع كلها اللي تصدق عليها تخصصت فيها واحد المجموعه مبالغ ماليه ضخمه، وخاصة وأن أكادير مقبلة على واحد المجموعة ديال التظاهرات يعني الإفريقية والعالمية. لذلك فنحن واعون بهذه المسألة وواعون أنه خصنا نشتغلوا من أجل أن جميع المشاريع المبرمجة أنها تخرج الحيز الوجود في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة إلى ذلك فتم الدعم ديال واحد المجموعة ديال الجمعيات في المدينة ديال أكادير من خلال يعني سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو رياضية، لأن لا ننسى أن المجتمع المدني يساهم كذلك في تنمية المدينة من خلال واحد العدد الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعيات، وكذلك من خلال واحد المجالات كثيرة اللي كتشتغل فيها واللي يمكن أنها حتى هي يعني تدعم الجماعة اللي يعني تغطية الخصائص اللي كيكون في واحد العدد من المجالات واللي الجماعة ما يمكنش انها كلها انها تدبرهم بشكل مباشر، ولكن المجتمع المدني كذلك له دوره في تنميه المدينه. لذلك فالجماعه خصت واحد المجموعه ديال المبالغ الماليه لهذا الدعم، يمكن راه كيوصل 40 مليون ديال الدرهم بالنسبه لجميع الجمعيات، وهذا كنظن انه مبلغ يعني كبير جدا بالنظر يعني الميزانيه ديال اكادير اللي ما كتفوتش يعني 560 مليون ديال الدرهم، وقدرت توصل هذه السنه الى 620 مليون ديال الدرهم. لذلك فما تحقق هو إيجابي جدا. جدول الأعمال ديال دورة أكتوبر ديال هذه السنة 2023 كانوا فيه مجموعة نقاط متعددة، وفيه جوج نقاط متعلقة بالميزانية. النقطة الأولى عندها علاقة بتعديل الميزانية، وهذا تعديل الميزانية كان نقطة أساسية اللي عندها علاقة بواحد 10 مليون ديال الدرهم اللي مخصصة لصندوق اللي تخلق لأجل ضحايا زلزال الحوز. ثم أيضا مسائل أخرى عندها علاقة بمصاريف التسيير. بالنسبة للنقطة الثانية اللي عندها علاقة بالميزانية ديال 24، كنذكر بأنه سنة 23 عرفت نمو كبير ديال الموارد المالية ديال جامعة أكادير اللي كتمثل تقريبا نواحي تقريبا 600 مليون ديال الدرهم، ومقارنة مع سنة 2022 غادي تقريبا واحد 18 ولا 20% زيادة بالنسبة للموارد. بالنسبة لسنة 24 عندنا مداخل تقريبا واحد 620 مليون ديال الدرهم، أرقام بالنسبة 23 و 24 مع عمر جماعة أكادير سجلتها من ناحية ديال الموارد المالية. ثم الفائض اللي غادي يخرج في سنه 2024 170 مليون ديال الدرهم اللي تخصص اساسا المجموعه ديال المشاريع اللي غادي تنمي من جاذبيه مدينه اكادير. كنذكر بانه واحد جوج ديال امور مهمه جايه في طريق ديال المغرب بصفه عامه، يعني لا كان 25 ثم المونديال ديال 30، وهاد التظاهرتين بجوج غادي يعطي واحد الدفعه قويه بالنسبه للمدن اللي اختارت على اساس انه تتم فيها المباريات ديال هاد اللقاءات، كان 25 ومونديال 30. وكنذكر ايضا بانه يعني مؤشرات ديال سوق البورصه ديال الدار البيضاء هذه واحد يومين اعطى اشارات الاولى اللي بينت على انه غادي يكون تاثير كبير بالنسبه لهاد التظاهرات، ونتمنى ان شاء الله انه يكون تاثير ايضا على مستوى مداخل مدينه اكادير. وشكرا. وتم التصويت على ميزانية جامعة أكادير، ومن بين النقاط اللي كانت مدرجة في الدورة هو إعادة تهيئ المستشفى الجهوي الحسن الثاني. وكان عارفوا مدى أهمية هذا المستشفى لأنه جهوي وتهم الجهة لأنه فيه اختصاصات عديدة وبزاف ديال الناس كيخصيو الجوه. إذا رأت الجامعة أنها تشارك في الإعادة ديال التهيئة. بلغت التكلفة ديال التهيئة 135 مليون ديال الدرهم،
شاركت فيها الجامعه ب 25 مليون ديال الدرهم بجانب شركاء اخرين. هناك ولايات جهه سوس مسا، ايضا الوزارات الصحه والحمايه الاجتماعيه، جهه سوس مسا. اذا احنا ما يمكنناش الا وان نتمنوا هذه المشاركه هذه، لانه كنشوفوها يعني من 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 العديد من الزوايا. يعني هناك مشكل صحي، مشكل اجتماعي الى اخره، وهذه التهيئه غادي تهم يعني التجهيز ديال المستشفى. ايضا غيتم بعض المرافق اللي غادي تكمل البناء ديالها، ايضا مرابط السيارات، التهيئه الخارجيه للمستشفى. اذا هذا ما غيكون الا في صالح المواطن، باش يكون الولوج ديال المواطن، باش في واحد الجو اللي هو صحي بالنسبه له. اليوم من خلال الدوره ديال مجلس الجامعي الاكادير تمت المصادقه على اتفاقيه شراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من اجل انجاز وتاهيل مجموعه ديال الملاعب المتعلقه بممارسه كره القدم العاديه فوتا 11. وهذه الاتفاقيه التاريخيه غتمكن جامعه اكادير ومصلحه الرياضه وكذلك جميع الفرقاء والشركاء انهم ينضموا المنافسات الرياضيه الكرويه بمدينه اكادير في احسن الظروف. وكذلك غتمكن اكادير انها توفر على بنيه رياضيه متميزه فيها جميع المرافق والضروريات اللي كيحتاجوها الممارسين باش يطوروا المؤهلات ديالهم، وغتساهم كذلك في تطوير الممارسه على صعيد مدينه اكادير. الاتفاقيه اليوم اللي تمت المصادقه عليها بالاجماع فالمبلغ ديالها كيناهز 144 مليون ديال الدرهم، واللي فيها اعاده انجاز ثلاث ملاعب جديده اللي غادي تم التاهيل ديالها، سته ديال الملاعب. وهذه العمليه هذه غادي تمكن هذه الملاعب انهم توفر كما قلت على مرافق رياضيه وفضاءات رياضيه متطوره وحديثه، واللي غادي تساهم كما قلت في ممارسه سليمه وجيده وتطوير كذلك مؤهلات ديال الممارسين ديالنا. فاليوم هذه الاتفاقيه جات كذلك مباشره بعد الاعلان ديال احتضان المغرب ان شاء الله لكاس العالم 2030، وكما كنعرفوا فاعين العالم غتكون على المملكه المغربيه من خلال التظاهره هذه، ولازم ان جميع جهات ديال المملكه ان تكون فيها بنيه تحتيه رياضيه متميزه واللي غادي تستجيب للممارسه الرياضيه في ظروف سليمه وجيده. وكذلك نمكنوا ان المنافسات الرياضيه اللي كتبرمجها لا سواء الجامعه الملكيه المغربيه وكذلك العصبه الجهويه ان نلقاو نتغلبوا على ذاك الخصاص اللي كان من ناحيه ديال البنيه التحتيه، وان الجميع يمارس الرياضه المفضله ديال كره القدم في ظروف اليوم في الدوره ديالنا في المجلس صوتنا على واحده من اهم الاتفاقيات في تاريخ مجلس جامعه اكادير، اللي هي اتفاقيه ديال اعاده تاهيل احياء المدينه. اتفاقيه اللي وصلت 700 مليون ديال الدرهم، هذا تقريبا الربع ديال الميزانيه ديال برنامج عمل الجامعه من 2022 ل 2027. اتفاقيه اللي كتشمل 18 حي من احياء المدينه، فيها واحد المقاربه مجاليه مهمه من ناحيه العداله المجاليه. هذه الاتفاقيه جات كنتيجه للاتفاقيه الاولى اللي كنا سنينا مع شركه العمران، اللي كانت حتى هي شجاعه واللي اتخذنا فيها القرار بلي راه احياء المدينه اللي عندها واحد الشبكه طرقيه هزيله، عندها اناره ضعيفه، يعني الناس كيعانيوا في العمل اليومي ديالهم، بلي راه هذه الحاله هذه الوضعيه هذه ما خصهاش تبقى وخصنا نتداركوها بطريقه شموليه. فاذا اليوم هذه الاتفاقيه هذه هي من بين الاتفاقيات اللي كيسمحوا لنا باش نمشيو في هذا الاتجاه هذا، تاريخيه من ناحيه الحجم ديالها وتاريخيه من ناحيه التركيبه ديالها. الجامعه كتساهم ب 400 مليون على ديك 700، وعندنا جوج ديال الشركاء اللي كيعاونونا باش نكملوا لونفلوب بيدجيتير ديالنا. النتائج ديالها غادي يبانوا على مطال 4 سنين، وان شاء الله غادي تسمح لنا باش نديروا واحد النهضه كبيره في هذا الجو هذا ديال اكادير اللي غادي تستقبل كاس افريقيا في 2025، كاس العالم في 2030، زائد التصور اللي كاين في برنامج عمل الجامعه ديال واحد المدينه حديثه واللي عندها واحد البنيه تحتيه صلبه.